لفريق أكاديمي الإيفواري. إسماعيل كوشاب في مرة، إسماعيل كوشاب في العمال، إسماعيل كوشاب يكنوس وجمال في الساد وداف. حمزة برزوق، حمزة برزوق، حمزة برزوق يتمكن من افتتاح النتيجة، وهدف أول لفائدة فريق الرجاء البيضاوي من صنع لاعب سابق لفريق أولمبيك كوليفكا. إسماعيل كوشاب مجهود فردي يتمكن من التمرير، وحمزة برزوق في المكان المناسب، وأولى أهداف المباراة، فرحة مستحقة لجماهير فريق الرجاء البيضاوي. إذا بداية لفائدة الزائر الرجاء، هدف مستحق لفريق الرجاء البيضاوي بواسطة الهداف حمزة برزوق وعناق مع اللاعب بدر كشالي. لاحظوا يعني المراوغة جميلة إسماعيل كوشام والتمريرة في المكان والتوقيت المناسبين. حمزة برزوق فعل ما كان لابد أن يفعل. برزوق الهداف، برزوق اللاعب الكبير، يعني برزوق يصوم ويصوم، ولكن يبقى طائر نادر لفريق الرجاء. إذن هدف ليلة